الشركتين في اكتوبر هيطرح اليوم اسهم في اللي هي الشرقيه واموك بتاعت الاسكندريه الزيوت، يعني دول ان شاء الله اون تراك. الثانيه هتبقى سيدي كرير واللي هم في نوفمبر بقى. في برنامج فعلا للربع الاول من سنه 19، في برنامج فعلا وفي حاجات بنجهزها. كم شركه يعني ممكن يكون برضو في نفس العدد، حوالين دايما بنتحرك حوالين 5. ولن اقول اي شركه لسبب، لن مش هقول لاي شركه لسبب انه لسه عاوزين نطرح على المجموعه الاقتصاديه، على رئيس الوزراء والمجموعه الاقتصاديه ومجلس الوزراء يعني. فعشان كده ما اقدرش اقول لك ايه بالظبط، دولت بيحتاجوا ترتيبات، خاصه وانه هناك فرق بين شركه اوريدي في البورصه وشركه لسه هتخش جديده البورصه. ايوه عندنا النيه انه ممكن يكون لغايه 5 شركات نشتغل عليهم في الربع الاول من العام 2019، لكن نهائيا مين هم لما نبقى نستوفي هنعلن ايه هم. بقول لك الربع الاول من 2019 ممكن ترى شركات غير مقيده بالبورصه، عشان كده بقول محتاجه اجراءات مختلفه عن اللي هي الثانيه اللي في البورصه. قلت لك لازم اكون حذر في دي.